وهكذا في أيام المسيح وفي أيام بولس الرسول كانت الإمبراطورية الرومانية في ثلاث قارات، وطبعا 70% من الإمبراطورية الرومانية كانوا عبيد. وطبعا لما بيتكلموا عن سوق العبيد كانوا بيبيعوا العبيد مثل ما شخص بيروح بيشتري خروف أو خضرة، وأيضا بيشتروا جوارب، يشتروا عبيد حتى إيش يخدموا وحتى يعملوا في هذا الشيء. العهد القديم فيه آيات كثيرة اللي بتتكلم عن عدم ظلم الغريب، ولا ظلم الأخ، ولا ظلم الأرملة أو اليتيم. والعهد القديم وفر قوانين كثيرة لمساعدة الناس من ناحية اجتماعية، ومساعدة الناس من ناحية اقتصادية حتى لا يستمروا في العبودية. وطبعا جزء من هذا التعليم عندما قال يسوع لأكرز بسنة الرب المقبولة، بيتكلم عن سنة بسموها سنة اليوبيل، يعني كل 50 سنة كانوا بحرروا الأرض وكانوا بفكوها وبحرروا أيضا العبيد، يعني ما يضلوش عبد، لازم يتحرر من العبودية، بيكون في فك وشراء بدفع الثمن حتى يستخلص، حتى يسترجع طبعا العبيد.